طبعا عرفتوا شو بدي قلكم. واخيرا وجدنا الاستاذ اللي وافق يعلمكم عربي بعد كل اللي عملتوه مع الاستاذ فهم. وهلا راح اترككم مع استاذكم الجديد حتى يتعرف عليكم ويعرفكم على نفسه. واياكم تتصوروا انه الاداره راح تتهاون معكم اذا ضايقتوا استاذكم الجديد. استاذ وين استاذ وسام؟ رجع عصفه. شو؟ ما بيضايق. انا هيك بقول. لما شافوه التلاميذ كانوا رح يفقعوا من الضحك. ها؟ جماعة الجاي بيشول ومنبيض وشنا مع رئيس مجلس الإدارة. أن تحفظوا أماكنكم في الأسبوع الأول فقط. بعدين منقدر نقعد مطرح مبادنا أستاذ؟ بعد الأسبوع الأول أكون قد حفظت أسماءكم فردا فردا فلا أضيعكم أينما جلست. بس أستاذ بعد نحن ما بنعرف اسمك. اسمي مندوب. أريد أن تعرفوا أن اللغة العربية جميلة جدا. أحب أن تعرفوا أن اللغة العربية جميلة جدا. يجب أكرر، يجب أن تعرفوا أن اللغة العربية جميلة جدا. أنتم على خطأ، لا يقال معك حق، بل أنت على حق. ثم تريدون إحداث ضجيج قوي فتقولون معك حق وتكررونها مرارا واتباعا يتصاعد الضجيج. اختيار اللفظتين موفق، لأن لفظة معك تتضمن حرف العين، ولفظة حق تتضمن حرف الحاء، والحرفان يخرجان من الحنجرة، ولا يقال الحجرة أي من الحلقوم، ويقال الحلق إذا شئتم. العين حرف عميق، والحاء من المخرج ذاته، ولقاء الحرفين يحدث ضجيجا هو المطلوب، لكنكم تضعون بين الحرفين حرف الكاف في عبارة معك حق، وهذا تقاطعون الضجيج فلا يسترسل ولا يتصاعد. حري بكم وأفضل لكم وللغرض الذي تبتغون أن تستغنوا عن الكاف الفاصلة بين العين والحاء، وعوضا من معك حق يقال معه حق، فيلتقي الحرفان بعمق ويكتمل دوي كل منهما في تصاعد مستمر لا ينتهي، وتنالون غرضكم من الضجيج المطلوب. هيا قولوا معه حق لنرى النتيجه.